السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي للجمهور داخل الوطن وخارج الوطن، والشيخ الله كل يوم يهديكم كلام يا سادات يا كرام. بالفعل رحنا غادي نوليو حتى الحكاية نتاع المسرن هنا يا سادات. الولد من اللي راه غادي مسكين يبات في بلاد ويظل في بلاد يتمشى دايع، ما عارف السمية نتاعو، ما عارف النكوة نتاعو، ما عارف والو، مسكين راه هامل، ما عنده لا امه لا باه لا اخوه لا عمو لا خالو لا جدو. لا اله الا الله، مقطوع مسكين من سجرة، كل يوم يتمشى في دار، كل يوم يتمشى في مدينة، كل يوم يتمشى في هذا، يرقد مسكين في الخلاء. هنا الشاعر ربما تلقى مع عمو عاسمو بقى يقول ليها جيت نسالك جاوبيني يا ذي الأم، وفي ذي الدنيا شكون اللي يسخبضناه، راح قلبك قساح ولا ما يرحم، كيفاش يكون جوابك قدوة عند الله، راح وليدك عايش عايشة اللي متيتم، راح ولدك عايش عايشة اللي متيتم، مقطوع مسجرة ولا من يتولاه، ما صايب شحباب لا أب ولا أم ولا جدة لا جد لا من يتولاه، لا خالة لا خال لا عم لا عم، ما ليه صدر حنين من يعرف لهواه، تايه بين الناس مقهور يخمم ويدور على القوت ما صابرش عشاه. شوف شوف سيدي راه هامل، كل ليلة يبات في زنقة، كل ليلة يبات في هذا، تايه بين الناس مقهور يخمم ويسال على القوت ما صابرش عشاه، يا يتمشى حفيان يتمشى حفيان. شوف مسكين يتمشى بالحفا، يتمشى حفيان مقهور يخمم وما عارفش كنيته ولا اسماه، هذا يشتم فيه. شوف شوف مسكين ما عارف سميته، ما عارف لا عنده لا نكوه ولا والو، راه غير هامل. ما عارف مسكين فين راه غادي مسردو، بزاف الناس اللي راه مسردين هذا الكلام اللي راه حنا نقولوه راه واقعي، تايه بين الناس مقهور يخمم ويدور على القوت ما صابرش عشاه، يتمشى حفيان مقهور يخمم وما عارفش كنيته ولا اسماه، هذا يظلم فيه بلسانه يشتم، ولبدا خايف من الهوال اللي تلقاه. الله الله يا ربي، الله الله يا ربي، ما عنده لا دار ولا فين يخيم، وكي يتوحش والدي يهيج بكاه. شوف شوف ملي يتوحش الوالدين ما عنده لا دار لا والو، راه غير هامل، ما عنده لا دار لا فين يخيم، وكي يتوحش والدي يهيج بكاه، دارو سادة من الحجر وعليها نايم، والأرض فراشو والسماء ستر وغطاه. يا ربي 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 على هاد الناس المشردين، داير دار وسادة من الحجر عليها نايم، وفراشه من الأرض والسماء ستر وغطاه. الله الله عليك يا سيدي يا ربي، الله الله عليك يا سيدي يا ربي، واش تهد الشيء هذا؟ جيت نسالك جاوبيني يا ذي الأم، وش في ذي الدنيا شكون اللي يسخبضناه، ثم جاوبتني تتكلم وعلاش انا لمتني ونسيت باه. انا يا سادات الولد راه غادي هامل مسكين في الدنيا، حتى يخلط الواحد البلاد، هذيك البلاد موليها محسنين، موليها ناس كرام، موليها ناس الخير،
شافه واحد السيد قال له وليدي انت علاه رقع قاعد هنا؟ قال له سيدي انا ما عندي امه ما عندي ابا، كيف سميتك؟ قال له والله اعلم. كيفاش؟ ما عنديش يا سيدي السميه. الكنيه. ما عنديش يا سيدي. قال له الكنيه. كي راه صاري لك؟ قال له سيدي انا يما رمتني يعني لدار اليتام وراني باقي هامل ما عرفتش روحي فين راني غادي. راني ندور على ما وبا مازال باقي ما لقيتهمش وما نعرفهمش. وكان غير تلاقيتهم نفرح بالرضا ديالهم ما عرفتهم لا موتى ولا حيين. رانا ذاك السيد ما عندوش الاولاد، ربي ما عطاهش الظنايا. اوليدي قال له تمشي معايا؟ عمي قال له نمشي معاك. انا كرهت الجوله وكرهت التكرفيس ومقهور، واحد يضربني واحد يحقرني واحد يتمرمد عليا. داهي يا السادات دار له اسبوع واخا كبير سماه، دار له النكوة على سميتو. قال له وليدي روح غادي ندفعك للجامع تقرا القرآن، عندي الأجر وعندي الفايدة. قال له يا سيدي جزاك الله وبخير، دفعوا للجامع. هذا الولد بقى يقرا القرآن حتى كبر ولا يعني عالم جليل، ما كانش اللي يرد له ذراعه في القرية. الفقيه قال له وليدي تبارك الله عليك، انت راك قريت وراك حفظت وراك نجحت، يخصك تمشي تشارط ولا تدبر ما تدير، روح الغى على باك. الولد مشى للسيد قال له يا با انت با وانت اللي قريتني القران وانت اللي نقطتني. تكلم الفقيه، جاي يجري عند الفقيه قال له سيدي ياك لاباس، هذا الولد ياك ما يدارش معك خطا. قال له الله يعمرها سلعه، هذا الولد درويش، هذا ولدك سيدي. يا ولدي قال لها سيدي كذوب حرمو ربي، كيفاش؟ انا هذا الولد قال له لقيته غير في واحد الزنقه. ايوا وما عنده لا سميه ولا نكوه ولا والو. ايوا وراني ديته ودرت له اسبوع وسميته ودرته في النكوه معايا. ايه وراني قريته القران ودرك هذا الشيء اللي عطى سيدي ربي. بغى يقعد راه ما عطانيش ربي الاولاد، هذا راني مسميه ولدي. بغى يمشي ما عندي ما ندير له. الولد قال له اسمع سيدي، انت با وانت اما اللي رباتني يعني، قال له او رباتني تربيه حسنه وكانت تهلا فيا وتوكلني مزيان وتشربني مزيان وتلبسني مزيان وتقول لي روح تقرا. فين غادي ندور على اما ولا ندبر على با؟ ملي لاحوني لاحوني، لو كان عندهم الكبده وعندهم يعني القلب فيه الحنانه، لو كان هاد الام تهلات فيا واخا يعني كيما بغيت نكون. بصح كي لاحتني غدا قدام ربي غادي نتحاسب انا وياها. الله اكبر. كيفاش؟ قال له غدوه قدام ربي غادي نتحاسب انا وياها، هي لاحتني ولكن ربي ما فرطش فيا. الولد قال له وليدي ودرك واش بغيت؟ قال له ابي ابي غادي نمشي نقري ولا يقري المحاضره، يقري القران، يقري القران يا سادات للشباب الشبان ولا يقريهم القران العام الاول العام الثاني العام الثالث العام الرابع. قالوا له اسمع غادي تكون امام تصلي بينا، اللي هم مرحبا. داروا هي السادات امام يصلي بهم. سمع الحكايه راها زايده قدام، وما غادي تسكن هاد البلاد اللي راه فيها هاد الولد، وشوف غادي يقري لها ولدها. ومازال غادي تسمع الحكايه قدام فين رحنا غاديين على هاد المشرد. هذه الحلقه الثالثه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحياتي للجمهور.